سألوا أبغى التكبيرات الأربعة على الجنازة، الدعاء في التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، بارك الله فيك. نعم، وش فيها؟ أبغى الدعاء عليها، أبغى أفرض الدعاء. وش هو؟ بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة مباشرة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة تسلم عن يمينك تسليمة واحدة. نعم.